في طريقنا في الحب ولمعرفتنا لمهية الحب وما هو الحب، السؤال الذي نكرره في كل مجلس، السؤال الذي يذكره كل إنسان منا في كل حالاته. هذا المقام العظيم الذي ذكره سيدنا أبو بكر الصديق فقال: شرب رسول الله حتى ارتويت. ما هذا المقام؟ هو مقام الخلة، هذا المقام الذي إذا رأيت فيه صديقاً سعيداً مسروراً وأنت في ضنك لكنك سعدت بسروره، هذا خليل لك في الدنيا.